ماذا بعد اللحية؟ أو الله جزاك الله خيرا. الأخ بيمس نقطة مهمة جدا، إن بعض الناس بيظن إن اللحية ديت هو المطلوب. أول ما أطلق لحيتي بقى يبقى أنا خلاص بقيت أنا الراجل المسلم وكل الناس انصاص. ما ينفعش. ثم أما بعد، أنت أطلقت اللحية، ثم ما بعد اللحية؟ هل اللحية ديت هي المطلوب ولا هي من المطلوب؟ من المطلوب. أحد الإخوة عمل مشروع تجاري وكان من ضمن أهدافه أنه يشغل الإخوة، الناس اللي مش لاقية شغل يجيبهم ويشغلهم ويتقرب ذلك إلى الله. فالمهم كل ما يجيب أخ يبقى عزل الدنيا. راح لدرس الشيخ محمد حسان فمعلش قوم سايب له المحل. بعد درس الشيخ درس مش عارف في أخ بيحفظ القرآن يقوم سايب الشغل. الأخ يحتار آخر حيرة لغاية لما إيه؟ راح بيع المحل. في محافظة أخرى غير المنصورة أخ عمل مشروع ضخم جدا بتاع جبن وألبان وبتاع ما إلى ذلك، وشغل عنده طائفة عظيمة جدا من الإخوة. بعد فترة كان بينعم عليهم ويغدق عليهم ويسمح لهم بأوقات لقراءة القرآن والنبطشية الليلية قيام الليل، وبرضك في يوم راحة وفي مواعيد معينة كده ياخدوها للدروس، وفي الأعياد عيديات، ولما يكون في ظروف برضك يديهم إكراميات، مروق عليهم وعملها قربا لله. إيه اللي حصل بعد كده؟ خذل. خذل. لأن يعني لماذا لا يكون الأخ الملتحي ده جلد وقوي؟ وزي ما بيشتري الدين يشتري أمانة كل حاجة. مدرس ملتحي يبقى أحسن مدرس في المدرسة. مهندس ملتحي يبقى أحسن مهندس في الشركة أو المصنع أو المؤسسة. صيدلي ملتحي يبقى أحسن واحد صيدلي. ها؟ مدرس كذلك، تاجر كذلك، سباك ملتحي، نجار، جزمات، زبال. شوف حتى لو زبال ملتحي يبقى أحسن زبال. من الصبح يكنس الشارع ويوضبه ويلم الزبالة وبشوش وابتسامة جميلة. الناس ممكن تحب الزبال ده هو أكتر ما تحب واحد معه دكتوراه. الناس عاوزة المعاملة الحسنة. الناس عاوزة الإسلام العملي. أنتوا بتسمعوا كتير جدا ولكن الناس تريد إسلاما يتحرك بقى. إسلاما يتحرك. مش كل ما نعمل أي حاجة عملية نخسر فيها ونفسد فيها. أي أول ما يجتمع مجموعة من الإخوة يعمل مشروع بحط إيدي على قلبي أقول يا رب استر يا رب استر. مر شهر اثنين ثلاثة، أول ما تمر سنة أقول يا رب استر تمر السنة الثانية بخير. وغالبا غالبا لا تمر السنة الثانية إلا وحصد الفركشة. إيه المسألة دي؟ يعني إيه الوضع الميل ده؟ ينبغي أن يكون الإخوة هؤلاء من أعظم الناس اجتهادا وجدا وتأثيرا في المجتمع، وتأثيرا في المجتمع. طالب تبقى شاطر، طالب وشاطر. التدريس عندك بقى صعب ومش قادر تذاكر، خليك قرارك شجاع، اطلع من التدريس واشتغل نجار حداد وكن متفوق وشاطر في النجارة والصناعة بتاعتك. لكن ما تكونش عالة على أهلك وتمص أموالهم ودمهم وتقرفهم في حياتك في حياتهم وتفشل في بعد كده في التعليم، يبقى لا حصلت تعليم ولا حصلت إيه؟ صنعة. وأظرف حاجة هذه الأيام، أنا عاوز أطلب العلم. يترك كليته ولا عاوز أطلب العلم. ويقصر في دراستي أو في نجارتي أو حداداتي أو صنعتي ويقول أطلب العلم، ولا يتوفق هنا ولا يتوفق هنا. المسألة يا إخواني عاوزة بالفعل ترشيد، وعاوزة إن احنا نشوف الواقع بتاعنا كيف يمكن أن نغير هذا الواقع بالتي أحسن. مسائل الضرب والعنف والشدة ديت لن تفعل شيئا، ولكن لن نغير الواقع إلا بالعمل. لو ان في هناك رجل، يعني راجل مثلا نجار هيعمل لك النجاره بتاعت كل ما تجيب نجار بين الفرق بين الضلفه والضلفه فرق، يدخل الصراصير والفيران والعرس. ها؟ الشباك لو خبطته جامد المفصلات تقوم واقعه. لان حضرته لما اجى يعمل مسامير البريمه مش مكلف خضره ينقر راس المسمار والباقي ايه؟ يزن عليه بالمفك، راح ضربه شكوشين وخلص مش فاضي. فالنجاره فسدت من اول شهر.
ما رأيكم في ذلك النجار؟ ما ينفعش. طب بقى راجل ملتحي بسم الله وكل حاجة بما يرضي الله وكل ما يوسق حاجة ينظفها وراه وشغل جميل زي يعني في نظافته ودقته وإتقانه وبعدين مصنعته برضك هادية وراجل غض البصر وراجل مشاغل قرآن محافظ على الصلوات أخبالك إزاي؟ لو أي حد قال لك أنا عاوز نجار هتقول له إيه؟ فسلام النجار السنة ده واد نجار بس ما حصلش يعني عيالي عفاريت بس النجارة يعني ضمان 10 سنين لقدام سبحان الله. طب لو ابنه عاوز يطلق لحيته أول ما ابنه يطلق لحيته ذكر مين؟ النجار المحترم المؤدب الدايم يقول يا ابن ربنا يبارك لك. طب لو النجار ده مطلق لحيته ومبوظ الدنيا وقرف الدنيا وعكك وقال هذا رب الهد رب ايه تم الصديق هم دول تعرفين ربنا هم دول كذا ويمسكوا بقى يطلع في الأطرة فصل. يا إخواني نحن نريد أن نحبب الناس في الدين. هذا الوقت هو أحسن وقت في التاريخ. يعني شوف بمقدار الفتن التي نتعرض لها وبمقدار الضغط الذي نعيشه أحسن فترة تاريخية يمكن أن نغير فيها وجه الزمن أي وجه الزمن في ذلك الوقت مش زمن هو ربنا عز وجل وجه التاريخ وجه الواقع هو ذلك الوقت بما بالمعاملة الحسنة. خلي وجهك بشوش مبتسم اصفح اعف اجتهد اتقن. ايه المانع ان الاخوة تعمل اختراعات وابتكارات وتشغل دماغها في كل تخصص؟ ايه المانع؟ صيدلي لغاية دلوقتي ام في هناك امراض جلدية ليس لها علاج. طب احنا عندنا يجي 10,000 اخ صيدلي ال10,000 اخ صيدلي دول ولا واحد فيهم قادر يخترع لنا علاج للامراض المستعصية الجلدية ينفع؟ امال بيعملوا ايه دول؟ معلش يعني بيعملوا ايه يعني؟ بيعين ادوية؟ ما ينفعش. لابد يكون لهم فكر في الصيدلة عشان يخدموا به دين الله عز وجل. واحد في كلية الزراعة ما يخترعين حاجات، كيف يمكن بالفعل القضاء على دودة القطن دون استخدام المبيدات والبتاع وما إلى ذلك؟ هل يمكن؟ احنا دلوقتي أصبحنا زي الغطل كده، نستخدم المبيدات الحشرية مش بنموت الدودة، بنموت من الزارع ذات نفسه. الله، بنموت الزارع دلوقتي. والحبوب بتجينا حبوب ما تنفعش. هل يمكن بالفعل اختراعات او ابتكارات او اكتشافات في مجال الزراعه تجود لنا الارض، تحسن الانتاج، توفر لنا المحصول؟ عاوزين الموسم ده بقى مسلم، عاوزين الموسم ده بقى مسلم منتج مؤثر، مش عاوزين تكون دايره المسلم هي دايره صغيره ومنتهى المسلم ان يطلق لحيته. هذا جميل ولكن المطلوب كثير. الله تعالى اسال ان يوفقنا جميعا وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.